بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حمزة الشوف استشاري أعصاب دماغ الأطفال طلب مني أنه أتكلم عن موضوع ضعف الذاكرة، ضعف التركيز، ضعف الكلام. ولكن قبل ما نبلش موضوع ضعف الذاكرة أو ضعف التركيز أو ضعف الكلام، حنبلش نشرح بشكل مبسط جدا كيفية تكوين الذاكرة، كيفية تكوين الكلام، وكيفية وأهمية التركيز في كل منهم. الآن التركيز دائما وأبدا زي ما أحكي هو الطابق الأول في عمارة من 10 طوابق. يعني إذا ما كان الطابق الأول مبني مزبوط، مستحيل تبني الطابق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى الطابق العاشر. الطابق العاشر هو زي ما نقول هو الكلام، فهو آخر شيء يأتي الكلام، اللي هي اللغة، الإكسبرسيف لانجوج، اللغة اللي أنت تتكلمها. طيب أنا حتى أبني الطابق الأول اللي هو التركيز، بعدين يجي عندي اللغة الاستقبالية، الفهم، التحليل، العاطفة، الذاكرة، وبعدين يجي عندي اللغة الكلامية. طيب المهم جدا أن يكون عندي التركيز دائما ممتاز أو أقلها متوسط، بحيث أني أقوم بإدخال معلومات إلى الدماغ. يعني إذا لم يكن عندي التركيز ممتاز فمعناته ما راح يدخل عندي أي معلومات على الدماغ. التركيز هو البوتقة التي تدخل منها المعلومات إلى الدماغ. يعني إذا بدي أتكلم صيني أنا لازم أدخل معلومات صينية. كيف بدي أدخل معلومات صينية؟ لازم أكون مركز أو انتباهي مع مصدر المعلومات، بحيث إنه هذه المعلومات تدخل من عندي عن طريق الانتباه اللي هو الطابق الأول، وبعدين تدخل إلى اللغة الاستقبالية وإلى منطقة السمع، وبعدين هذه المعلومات بعد ما تدخل على هالمنطقتين يصير تحليلها إلى مراكز العاطفة، الأميجدلة، إذا مترافقة مع صورة تبعث إلى منطقة المنطقة الخلفية اللي تخزن فيها الصورة المترافقة مع هذه الكلمة، وبعدين هاي الكلمة مع الصورة مع معناها تذهب إلى منطقة الذاكرة اللي هي عبارة عن دوائر كهربائية، وبعدين يقوم تم رفعها إلى منطقة القرار والتحليل اللي هي بالمنطقة الأمامية، وبعدين أخيرا تذهب إلى منطقة الكلام اللي هي بروكس إيريا. فلازم أكرر هذه العملية بإدخال المعلومات عدة مرات، بحيث أنه تتطور كل هذه المراكز عندي بدماغ عن طريق التركيز اللي هو البوتقة الأساسية لإدخال أي معلومة إلى الدماغ. والمثل اللي دائما بضربه للأهالي أنه أنا لما أكون أتحدث مع شخص وفي نفس الجلسة يكون عندي شخص ثاني يكلمني، على الرغم أني قمت بسماع هذا الشخص وأدركت أنه يكلمني، ولكن بما أنه تركيزي مع الشخص اللي أنا أكلمه، فأول ما أنتهي من الكلام مع الشخص الأول أنت أنظر إلى الشخص الثاني وأحكي له شو حكيت. ليش؟ لأنه كان وصلني الصوت ولكن تركيزي ما كان موجود، بحيث أني ألتقط هذه المعلومات بشكل طبيعي وأوزعها على مناطق الدماغ. يعني مثال بسيط، يعني دائما وأبدا بحب أتكلم عن بيت المتنبي اللي هو أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المصقولة. طبعا أنا أول ما سمعت البيت هذا فكرت بيت يعني عبارة عن هندي، ولكن مع التكرار قامت المعلومة تدخل عندي عن طريق التركيز، حتى تلقيت المعلومة إلى منطقة السمع ترانسفير جايروس فيشل، إلى اللغة الاستقبالية، ثم إلى العاطفة. يعني أنبسط لما أسمع البيت هذا، ما كان في معه صور مرتبطة بالبيت هذا، وبعدين أقوم بنقله إلى مركز القرار إنه هذا البيت يشعرني بالفرح، بس ما في داعي إني أعمل أي حدث أو إني أعمل على أي أكشن بناء على سماعي لهذا البيت، وبعدين أقوم بنطقه بنطق سليم. فلما أعيد البيت مرارا وتكرارا تتكون عندي دائرة اسمها دائرة أمعفر. فأول ما أسمع البيت أمعفر مباشرة أنا تجي عندي أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسكورة. فدائرة أمعفر حتى تتكون لازم يكون عندي التركيز مهم جدا. معناته الطابق الأول في أي عمارة إذا ما كان مزبوط لا يمكن أني أبني إلى الطابق العاشر بطريقة سليمة، ولا يمكن أني أقوم بإدخال المواد لإكمال البناء اللي هي هاي المواد، هي المعلومات اللي أخذها من المحيط. هذا بشكل مبسط جدا 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 كيف انه الدماغ يعمل، وكيف انه اهم شيء في الدماغ او في المرحله التعليميه اني انا اركز. بدي اتعلم هندي لازم ادخل معلومات هنديه،
وإذا ما كنت مركز مع مصدر المعلومات، معنى المعلومات ما دخلت عني علي أصلا، عشان هيك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لأنه هو أصلا في عالم ثاني ولا يستقبل أي معلومات بشكل سليم. ممكن يكون يمشي هو نايم، ولكن ويرد عليك، ولكن عملية الاستقبال لا تكون عملية استقبال بإدراك. فالتركيز هو اللبنة الأولى في بناء أي قوة عقلية عند الدماغ. هيك نكون إن شاء الله تكلمنا بشكل مبسط عن كيفية بناء اللغة وجميع الوظائف الدماغية، وكيف إن هي كلها مبنية على التركيز. دكتور حمزة السوف يعطيكم العافية، انتظروني بالحلقة القادمة، حنتكلم إن شاء الله عن أهمية التركيز، في كيف نعالجه في الأطفال اللي عندهم مشاكل سواء لغوية أو تأخر عقلي أو ضعف بالذاكرة، بما أن فهمنا أهمية التركيز في بناء كل هذه النقاط. يعطيكم العافية.